طيب كلام جميل جدا. في غيابات كتيره قوي المونديال ده، يعني منها مثلا لو احنا هنتكلم عن المجموعه بتاعتنا دلوقتي، المجموعه دي مثلا لو هنتكلم عن كوريا الجنوبيه، سون مثلا احتمال ان هو ما يشاركش عشان الاصابه مثلا، فلا في غيابات وفي اصابات، على عكس لا برضه هو طبعا الاصابات ضربة البطوله ده بشكل في حاجه عام. مش لا ما مظبوطه. عشان توقيت البطوله، ما توقيت البطوله احنا طبعا عارفين هو كان المفروض شهر 6، بس هل طب خلينا نبدا بالنقطه دي، بتشوف ان ده تغيير موعد البطوله لان بطبيعه الحال الجو لا يسمح ان انت تعمله شهر 6 في قطر، ممكن يؤثر سلبي على البطوله طبعا اصلا؟ طبعا، لان انت اللعيبه هتبقى مضغوطه جدا هو جدا فعلا جدا، وهتيجي بعد كده تيجي تلعب بعدها في كمان يعني الدوريات دي هتعاني منها بقى الانديه اللي هي الكبيره زي تحديدا انديه الدوري الانجليزي هما مثلا من دلوقتي معترضين اصلا. طبعا اذا كان مانشستر سيتي وليفربول هيتقابلوا مفترض في مش عارف كاس الرابطه، المفروض تاني يوم من نهائي المونديال، فحتى كان في سخريه من يورجن كلوب وجارديولا لما قال لك انا هلعب بكرهته، هو هيلعب بقى فيرويد، مين اللي هيلعب؟ هو طبعا اللعيبه موجوده، لكن مين اللي هيلعب ايوه في ظل الضغوط دي كلها؟ يعني المنتخبات دي او الفرق دي عندها كم كبير جدا من اللعيبه موجوده في المنتخبات، فوارد منهم عدد يصل في النهائي، ده طبيعي جدا، او حتى ما وصلش النهائي هيبقى مربع ذهبي، يبقى دور الثمانيه في النهايه في ضغط مباريات، في ضغط مباريات ومسافات بعيده، يرجع من هناك يلعب، فاكيد هي عشان بس القصه طبعا مشكله عشان المناخ في قطر في الوقت طبعا لا يسمح، لكن هي كانت في العادي كانت بتبقى في الصيف العمليه هاديه، الدوريات خلصانه بيطلعوا منها اصلا بيكملوا الاجازات او ما ده ممكن الراحه يعمل السلبيه. مفاجآت بقى يا استاذ محسن، يعني تلاقي هنا ايه ممكن منتخبات اللي هي اهدى شويه في الضغوطات ما فيش هي اهدى، اللي ما هو تاخد كل الدوريات بريفليج، بتتلعب، ما هو كل يعني دوريات مش كله العالم دلوقتي بتكلم على اوروبا تحديدا يعني، يعني ما مش بس مش قوي يعني. ممكن الضغط ده يفرق الى حد ما في الاداء، فتلاقي كده في فرص بتتاخد لمنتخبات اخرى، لا حاجات غير هو مش متوقعه هيأثر على المونديال قد ما هيأثر على ما بعد المونديال ما في بعد. طب ده الدوريات، لسه يعني عايز ملف تاني ده ما بعد يعني المونديال دي فعلا. مشكلة الناس هتعاني منها فيما بعد المونديال، يعني حتى بعد المونديال لما يرجعوا دورياتهم، يمكن من حسن حظ الفرق اللي هي اتأهلت لدور ابطال اوروبا واليوروبا ليج انه هيتلعب في النصف الثاني من فبراير، فعندهم شهرين تقريبا، شهرين شويه كده يكون يتسلوا في الدوريات، بعكس طبعا يعني ايه دي قصه برضه لما نيجي نتكلمها، ان احنا عندنا مشكله في بطولات افريقيا اللي هي موازيه طبعا لبطولات اوروبا، عندنا احنا مشاكل بقى، يعني لسه الناس اصلا مش عارفين هيقابلوا مين الانديه، ولا هيلعبوا فين، ولا هيروحوا من ولا منين، مش عارفين اي حاجه، والبطولات في اول 10 في اول فبراير، والقرعه هتتعمل منطقيا في يناير، فاللي هو هيبقى فريق مثلا زي النادي الاهلي عنده مثلا بعد 3 اسابيع هيلعب اول مباراه مش عارف هيلعب فين ومين، يعني ممكن مثلا يلعب الزمالك فيبقى عارف انه هيلعب يعني ممكن الزمالك نرجع وفي مره القاهره تانية للسيناريو اللي كنا بنعاني بالظبط. منه هو الموسم اللي فات الاجابه افريقيا، يعني هي الاجابه بالنسبه لي في القصه دي الاجابه افريقيا. طيب.